جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في هذه الآية الكريمة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يسأل من هم هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. قد بين العلماء رحمهم الله في تفسير هذه الآية أن المراد بهم الذين يؤخرونها عن وقتها ولا يصلونها إلا بعد خروج الوقت، كان يؤخر الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أو يؤخر العصر إلى ما بعد غروب الشمس، أو المغرب إلى بعد دخول العشاء، أو العشاء إلى طلوع الفجر. هؤلاء قد ضيعوا الصلاة لأنهم أخرجوها عن وقتها، ومن أخرجها عن وقتها فقد ضيعها، وهو متوعد بالوعيد الشديد: سوف يلقون غيا إلا من تاب. يجب على من يفعل شيئا من ذلك بحكم الكسل أو طاعة النفس والشيطان أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يصلي صلاة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يتجارى مع الشيطان ومع هوى النفوس أو التقليد الأعمى للكسالى والمفرطين المضيعين لحياتهم وأوقاتهم. أسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.